تواصل مجموعة من الباحثين بمدينة زويل لمسارات علاجية جديدة باستخدام الخلايا الجذعية قد تسهم في التغلب على السرطان. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مع تزايد نسب الإصابات العالمية بالسرطان وسعيا لإيجاد مسارات علاجية بديلة لما هو متاح اليوم، يعكف حاليا فريق بحثي بقيادة الدكتور نجوى البدري في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لفهم طبيعة المرض والأسباب وراء ضعف كفاءة العلاجات الدوائية الحالية. دلوقتي علاج السرطان بالعلاج الكيماوي والادويه اللي بتاخدها ما بتقتلش كل الخلايا السرطانيه، في خلايا بتبقى مضاده للعلاج، فاحنا بنعتقد ان المواد اللي بتفرزها الخلايا السرطانيه بتساعد في ان يكون في خلايا اللي هي الخلايا الجذعيه السرطانيه اللي هي بتبقى فيها ريزيستنت بتقاوم العلاج. وفقا للعلماء فان الخلايا الجذعيه هي اوليه ينتجها لتجديد خلايا الجسم، ويعول عليها العلماء في المستقبل كأحد المسارات لإنتاج أعضاء بديلة لجسم الإنسان مثل الكلى والقلب والكبد. أما علماء زويل فوجدوا للخلايا الجذعية دورا هام ومحوري في مجال السرطان. إن البحث بتاعنا بيركز على إن الخلايا الجذعية اللي موجودة جوه السرطان بيحصل لها إيه؟ فإن إحنا قدرنا إن إحنا نثبت ان الخلايا الجذعيه وهي جوه المحيط بتاع السرطان بتكتسب خصائص سرطانيه، وده بيفيدنا ان احنا بنثبت قد ايه المحيط بتاع السرطان نفسه مهم زيه بالظبط باهميه الخلايا السرطانيه نفسها. بعد كده هنتجه في اتجاهين، الاتجاه الاولاني يختص بالخلايا نفسها اللي اتغيرت بسبب اضافتها مع الخلايا السرطانيه، الخلايا دي دورها ايه في نشر السرطان وازاي ان احنا نتارجت الخلايا دي كجزء من علاج السرطان، والاتجاه الثاني الفاكتورز او العوامل اللي بتفرزها الخلايا السرطانيه، ايه هي العوامل دي بالظبط وازاي بتساعد على انتشار السرطان. من المقرر نشر هذه الدراسه في واحده من الدوريات العالميه المتخصصه في ابحاث الخلايا الجذعيه، وهو ما قد يسهم في الوصول لعلاجات أكثر فاعلية للسرطان.